بلادي هواها في لساني ودمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. فلا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. وما يرفع الأوطان إلا رجالها، وهل يترقى الناس إلا بسلمي. صوماليلاند في أسبوع. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي صوماليلاند في أسبوع. وانتقل بكم الآن إلى الزميلة هدى لتنقل لكم أولى أحداث الأسبوع. قام رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود سيلايو بجولة تفقدية داخل العاصمة هرقيسة. رافق رئيس الجمهورية في هذه الجولة السيدة الأولى آمنة ورس. قام فخامة رئيس جمهورية صوماليلاند أحمد محمد محمود آدم بجولة تفقدية داخل عاصمة هرقيسة، والذي كان برفقته حرم الرئيس السيدة آمنة الشيخ محمود جردي. هذا وتجول فخامة رئيس الجمهورية بعدة مناطق داخل عاصمة هرقيسة ليتعرف على الأحوال العامة في المجتمع المعيشية والمنطقة بشكل شخصي. وبعد أن أنهى جولته أخذ استراحة مختصرة في فندق إمبريال بعاصمة هرقيسة، حيث كان معه هناك أحد أعضاء مجلس النواب والقائد العام لقوات الشرطة. كما تشهد هذه الجولة التفقدية لفخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود سيلايو على حبه وإخلاصه البالغ للوطن والمجتمع الصوماليلندي. كما لم يكن برفقته فخامة الرئيس أثناء جولته الحرس الخاص للرئيس، مما يدل على الأمن والاستقرار التام والذي وهبه الله لجمهورية صوماليلاند. عقد وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، شارك فيه كل من المدير العام سعادة عبد الرشيد جبريل يوسف والمدير العام لقطاع التلفزيون السيد خضر علي قاص. عقد اليوم وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، شارك فيه كل من المدير العام بوزارة الإعلام والتوعية سعادة عبد الرشيد جبريل يوسف، المدير العام لقطاع التلفزيون سعادة خضر حسن علي قاص، وموظفي وصحفي الوزارة. وفي كلمة لوزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي، أشار من خلال الكلمة التي ألقاها أمام الصحافة الحكومية والخاصة إلى موضوع علاوات الموظفين وإعادة تنظيمها. وتحدث كذلك وزير الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي عن أهمية الصحافة بأنواعها المختلفة الحكومية والخاصة في المجتمع وتطويره بكافة المجالات الصحية منها والتعليمية، من أجل توعية كافة المواطنين بتاريخ جمهورية صوماليلاند وما مرت به من مراحل عديدة على مدار السنوات الماضية منذ بدأت الدولة ذات السيادة واستقلال، مضيفا بأن الواجب على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة وكافة صحافيتها باتباع هذا النهج التوعوي لاستكمال ما تبقى من كيان جمهورية صوماليلاند، وبضرورة التأكد أولا قبل نشر وإذاعة الأنباء الغير الموثوقة لما لها من إشاعة الفوضى بين أفراد المجتمع في صوماليلاند، مشيرا معالي الوزير الإعلام والتوعية بأن كافة الدول العالم تتابع الآن عن كثب ما توصلت إليه صوماليلاند من نجاحات عديدة بكافة المجالات لكي يساهموا فيما يتبقى من آمال منشودة لجمهورية صوماليلاند. هذا كما تطرق وزير الإعلام من خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلى ضرورة تكثيف الجهود لإحياء المناسبات التاريخية، خاصة التي في صدد استقبالها في 18 في الشهر القادم، لتوعية المواطنين إلى أهمية المناسبات هذه المناسبات التاريخية الهامة، وأنه ليس المقصود فقط صحفي الوزارة بل كافة صحفي صوماليلاند. كما أضاف أيضا وزير الإعلام من خلال المؤتمر الصحفي مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توسيع وإنشاء بعض الاستديوهات بقسمي الإذاعة والتلفزيون. وفي ختام كلمته تمنى لموظفي الوزارة التوفيق والنجاح. عقدت وزير وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند معالي زمزم عبدي آدن مؤتمر صحفي في مقر مكتبها، تحدثت فيه عن قضايا تخص الطلاب بالجامعة. عقد صباح اليوم وزير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي السيدة سمسم آدم عبدي في مكتبها مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عن بعض القضايا التي تهم الطلاب في جامعة هرقيسة. وأشار وزير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سمسم عبدي آدم من خلال هذا المؤتمر أنها استمعت من طلاب جامعة هرقيسة عدة شكوى قدمها الطلاب من الجامعة، ومنها ارتفاع سعر رسوم الجامعة. كما تحدث هناك أيضا مدير عام جامعة هرقيسة الذي شارك في هذا المؤتمر، أشار من خلال حديثه أن الرسوم المترتبة دفعها على الطالب بمجاز سد خدمات الطالب من الأوراق الامتحانات وطبع كتب المقرر على الطالب. وأضاف مدير العام في حديثه أن الرسوم المعينة دفعها
على الطالب فقط من أجل سد خدمات الطالب، وإن الإضافة البسيطة التي طرأت على هذه الرسوم هي مجاز ازدياد خدمات الجامعة التي تعدها للطالب. تم إقامة مناسبة كبيرة لافتتاح سوق عام سمي بهضن لمقاطعة إبراهيم كوتبور. تمت اليوم إقامة مناسبة كبيرة لافتتاح سوق جديد للخضرة سمي بهضن، وذلك بمقاطعة إبراهيم كوتبور. شارك في هذه المناسبة أعضاء من المجلس المحلي لمدينة هرقيسة ومسؤولين آخرين. وفي كلمة المحافظ مقاطعة إبراهيم كوتبور أشار من خلال كلمته إلى أهمية فتح هذا السوق، وذلك نظرا لحاجة المقيمين بالمنطقة إليه. وتحدث كذلك في المناسبة النائب حسن شاه، حث من خلال كلمته تجار السوق بضرورة المحافظة على النظافة فيه. ومن جهة أخرى تحدث أيضا في مناسبة افتتاح هذا السوق